مصر يا مصر، دولة الأهرامات الجميلة. اليوم معنا واحد الأسطورة، أسطورة قديمة. غادي نتكلمو على القصة ديال أم الشعور، قصة رائعة. مرحبا بكم في قناتكم بلاك ستوري. كنتمنى القصة ديال اليوم تكون ممتعة بالنسبة لكم، واللي كيخاف من الجن كنصحكم تشوفوش هاد القصة. جيت نعاود لكم على أم الشعور وأشنو دارت فيا. هادشي اللي دارتو فيا ما قدرتش ننساه. واخا انتقلنا من داك الدار اللي كنا ساكنين فيها وكانت كتعيش فيها أم الشعور، واخا كنبدلو الدار كنحس بها دائما معايا، والخوف فيا من جهتها لأنني مبقيتش كنقدر ننعس ولا نرتاح. بحكم أنني طالبة في كلية العلوم، اعتاديت على النوم في الصالة ديال الدار، هي اللي كنرتاح فيها وكنقدر نقرا على خاطر ونحفظ الدروس اللي عندي. كان عزيز عليا واحد الفوطوي في الصالة ديال الدار، كنبغي نبقى باركة فيه، وكنراجع الدروس ديالي بالليل وندير الأبحاث العلمية وبحث في الانترنت والكتب والمراجع وأي حاجة كنديرها في الصالة. هذيك هي البلاصة اللي كنت كنرتاح فيها في الدار كاملة، واخا عندي الغرفة الخاصة ديالي ما كنتش كنرتاح فيها. كنت مني كنكمل الحفاظة ديالي كنتسرح فوق هذاك الفوطوي وكنرتاح، لأنه بكل صراحة كان مريح بزاف في البركة ديالو. ومن بعد ما كنسال الحفاظة ديالي كنعمر المكانة ديال الهاتف على الخامسة فجرا، وكنفيق كنصلي الفجر ديالي، وكنبقى نراجع عاوتاني شوية، وكنمشي للكلية ونحضر المحاضرات ديالي. كنت فين ما كنعس وكنغمض عينيا كنسمع صوت كيردد في الودن ديالي بحال الفحيح ديال الأفاعي. كنحس بشي حد كيقول لي ردي بالك، أم الشعور غادي تبان لك دابا. وهذاك الصوت كيبقى يتردد في العقل ديالي واحد البطء شديد، كيقول لي راكي الا شفتيها ما عمرك غادي تنسيها ما دمتي حيه. انا ابتسمت بسخريه وانا كنقول باستهزاء انا غادي نرد البال، حتى حاجه ما غادي تخلعني وغادي ننعس. حسيت بشي حاجه غريبه، شويه كنحس بشي حاجه شدتني من رجليا الوقت اللي قلت هذيك الكلمه، وغير في خاطري خافت درجه حراره الصاله ما عرفتش علاش. شويه حسيت بواحد الهدوء وبالهواء بارد كضرب ليا في وجهي. حليت عينيا وانا متوتره ومخلوعه لدرجه انني وليت كنسمع الدقات ديال قلبي في الاذن ديالي، كنحس بيه غادي يخرج من بلاصتو بالخلعه. ولو كان بين بانني ما مخلوعاش من الداخل كان العالم بيا غير الله. كنت كنقنع راسي انه اللي مسني في رجلي غير القطيطه اللي مربيه معايا في الدار، يعني ما بغيتش نتخيل شي حاجه من داكشي اللي كان كيدور ليا في بالي. هنا كانت الصدمه ملي حليت عينيا لقيتها واقفه قدامي وهي كتشوف فيا بعينيها واحد الشراسه ما بغاتش تحيد عينيها على عيني. بديت كنقرا في القران، كنغمض عيني وكنحلهم وانا كنقرا في القران، كنقول راني غير كنتوهم، لانه هادشي كامل ما كاين منه حتى حاجه، غادي نموت من شده الفزع اللي فيا. الغريب في الامر انه ما كانش على الهيئه ديالها اللي موافقه كتكون عليها وكنشوفها بها، بالعكس هاد المره كانت ما كتخلعش، كانت طفله صغيره زوينه وشعرها طويل والشكل ديالو كان غريب، واقف بحال الشوك ما عرفتش كيفاش، ولكن هادشي اللي شفت. بقات كتشوف فيا واحد الشوفات كيخلعوا ما كتحركش، بدات كتشير ليا بيديها واحد المكان انا ما فهمتش اشنو بغات توصل ليا. بقات واحد شويه وهي تغبر ما بقاتش بانت، بقاو دوك الهمسات في الاذن ديالي كيترددوا. لن تترك جالسه حوالي ربع ساعه وانا ما قادره لا نتحرك لا نوقف. بقيت في بلاصتي من شده الرعب والفزع اللي كان فيا، كان الجسد ديالي كامل كيرتعش من داكشي اللي شفت، مش حقيقه ولا خيال
ولا كان حلم ما بقيت عارفة هاد الشي خيال ولا حقيقة؟ وشكون هي هاد أم الشعور؟ وأشنو باغا من عندي؟ من بعد ما فات هاد الشي نتوضيت وصليت الفجر واستجمعت القوى ديالي وتشجعت وبقيت كنقنع راسي أن داكشي غير حلم. شوية طارن الهاتف، غادي تتصل بيا ابنة العم ديالي الوحيدة في الحياة وكنت متربية أنا وياها، وقالت لي بفزع واش انتي بخير وعلى خير؟ قلت لها أنا الحمد لله أنا بخير. قالت لي وهي متوترة، راني حلمت بك واحد الحلم اللي غريب اليوم، ما عرفتش التفسير ديالو وتقلقت عليك بزاف، داكشي علاش عيطت ليك باش نطمن عليك، وانا عارفه ان بنت عمي احلامها كتحقق. سولتها وانا متوتره اشنو الحلم اللي شفتي؟ هنا كانت الصدمه بالنسبه لي اللي ما كتدخلش للعقل. قالت لي حلمت انني زرتكم في البيت الجديد وانتي كنتي كتبكي وكتغوتي في الصاله وكترعدي كلك وكتمسكي فيا بقوه وكتقول لي وانتي كتشيري لواحد الركن المظلم في الصاله عندك وكتقول لي شوفي راه تما كاينه ام الشعور وراه كتشوف فيا بعينيها البيضين وباغا تموتني. ولكن مني شفنا ما لقينا حتى حاجه، وانتي بقيتي كتبكي وكتغوتي بطريقه هستيريه وكترددي كلمه ام الشعور. انا بقيت كنتصنت ليها وهي كتعاود ليا داكشي اللي عشته بالفعل، وانا مرعوبه وتاكدت ان داكشي اللي شفت ما كانش حلم بالحقيقه، كنت غادي نموت من الخلعه. تخلعت من داكشي اللي سمعت من بنت عمي لانها بحال كانت حاضره معايا، ومشيت كنجري عند الام ديالي وعاودت ليها هادشي اللي وقع ليا والحلم ديال ابنة العم ديالي، وبدات كتخدم القرآن في الدار وكتشعل البخور. ولات الأم ديالي مخلوعة عليا بلا قياس، أنا البلاصة اللي كنت كنرتاح فيها في الصالة ما بقيتش كنقدر نرتاح فيها، ما بقيتش كنقدر نبرك نحفظ فيها، وليت كنمشي نسد عليا في الغرفة ديالي، ولكن ما بقيتش كنرتاح في الأحلام ديالي. فيما كنعس كنشوفها كتشوف فيا بواحد الطريقة مرعبة، ما بقيتش كنقدر نركز في الدراسة ديالي. العائلة ديالي شافوا أن الصحة ديالي غادا وكتدهور من كثرة الخوف من هذيك الصالة اللي عندنا في الدار. قرروا العائلة ديالي أنهم يبدلوا الدار كاملة. فعلا انتقلنا من هذيك الدار لدار جديدة، ولكن أحلامي دائما كانت فيها أم الشعور اللي ما بغاتش تفرق معايا، وانا ما عرفتش شكون هي واشنو باغا مني. هنا سالات القصه ديال الاخت ديالنا، وغادي نقول لكم ان هاد ام الشعور فعلا اسطوره من الاساطير الفرعونيه، كانت واحد الجنيه كتعيش في النيل. وإلا بغيتو تبحثوا عليها مزيان قلبوا في جوجل غادي تلقاو القصه ديالها كامله. ولا بغيتو ندير لكم قصه خاصه على ام الشعور نعرفكم كيفاش تعطى هاد الاسم لام الشعور الفرعونيه. كتروا لي من لي لايك في الفيديو وخليوا لي تعاليق زوينة، وكلكم هبطوا وكتبوا لي كنتسناو قصة أم الشعور كيفاش تعطاها هذا الاسم، وغادي إن شاء الله ندير لكم قصة خاصة على أم الشعور الحقيقية الأسطورة الفرعونية المصرية. أنا غادي نقول لكم السلام عليكم، ما تنساوناش من الدعم وشكرا لكم على المشاهدة.